زي ما اتفقنا قبل كده، الصور القديمة كنز لأنها بتكون عنا على الماضي. النهاردة أنا وأستاذ سمير الغزولي هناخدكم في جولة في شارع فؤاد من سنة 1928 لحد النهاردة 2008. أستاذ سمير، يعني شارع فؤاد بقى عايزين حضرتك تحكي لنا كده، ابتدى كانت يعني اتعمل امتى شارع فؤاد وليه اتسمى فؤاد وشويه معلومات تاريخيه عنه. هو الشارع ده كانت العائله المالكه كلها كانت بتاخد المنطقه دي، فمن الطبيعي ان بعد جوازه سنه 19 ان اتسمى الشارع ده شارع فؤاد، واتسمى شارع رمسيس شارع الملكه نزل. فطبعا الشارع اختلف اختلاف كلي عن زمان، لان شايفين ان هنا في الترام مثلا ماشي في شارع فؤاد. ده كان طبعا بيجي من منطقه امبابه بيجي لغايه ميدان العتبه، فكان لابد ان هو يخترق كوبري ابو العلا ويوصل لغايه شارع فؤاد لغايه ميدان العتبه. في تفاصيل تانية في الصوره بقى بنقول هنا، يعني هي مش باينه قوي، اللي هي دار القضاء العالي اللي هي في الاخر دار القضاء العالي. طبعا ما كانش اسمه دار القضاء العالي، ده كان اسمه المحكمه المختلطه، لان احنا عارفين ان بدايه المحكمه المختلطه كانت بدأ من في الثلاثينات، وكان قبل المحكمه ارض نادي الزمالك اللي هو كان النادي المختلط، فهم مشوا سنه 26 ومكان النادي هنا بقى اتعملت المحكمه المختلطه. هي منطقه مختلطه، واضح النادي كان مختلط ودلوقتي المحكمه بس مختلطة. هي مش متاخده طبعا بنفس الاسم، لكن هي متاخده على اساس انها محكمه مختلطه للاجانب وللمصريين. فاللي حصل ان مشيت المحكمه سنه 49، ما بقاش في محاكم مختلطه في مصر بعد ما الجيش الانجليزي مشي وعلى قناه السويس، فلغوا المحاكم المختلطة وبقى عيد القضاء القومي اللي هو 1 أكتوبر 1949 لغاية النهاردة بنحتفل بيه. تمام. تاني صورة معانا دي بقى، بس واضح ان دي أقدم شوية على ما أظن، من شكل العربيات والستات بالشابو، وحتى في ترام هنا اهو برضه. دي صورة سنة 28 لشارع فؤاد برضه، وبنشوف ان مصر كانت عاملة زي باريس فعلا، يعني كانت كلها الأجانب والشابوهات والفساتين، يعني كان منظر البلد كان فعلا جميل. كان جميل، يشرح قوي. القلب يشرح القلب زي دلوقتي بالظبط، زي دلوقتي مع الزحام اللي اختلف جامد يعني. جميل. طيب الصورة اللي تحتيها دي بقى، بنشوف برضو هنا صورة، دي سنة 30 لشارع فؤاد، وبنشوف هنا المبنى ده احنا واقفين حاليا قدامه. اللي جنبنا ده وده تحته الامريكان اللي هو احد المعالم القديمة قوي في مصر موجودة. من سنة كام بقى؟ هو من سنة يعني اكيد كان هي دي برضه تلاتينات، بنديها تلاتينات 36 37 والترام برضه موجود والعربيات القديمه. بنشوف بقى الصوره اللي بعدها هنا، دي ناصيه عماد الدين وشارع فؤاد. الصوره دي اتاخدت سنه 46، بنشوف شكل الشارع والجمال اللي كان فيه الشارع والترام، بس النهارده طبعا الترام ما يقدرش يمشي في هذا الزحام ده. دي صوره برضو لدار القضاء. بنشوف هنا بقى صوره لذيذه قوي اللي هو هنقول برضو المحكمه المختلطه. محكمه مختلطه مصر. لان هنا دي سنه 49 قبل ما المحاكم المختلطه تمشي من مصر. فهنا بنشوف دار القضاء العالي، وبنشوف هنا ان كان لسه ما اتبناش سينما ريفولي. مش موجوده. مكانها فاضي، لكن الفندق ده كان مبني. بنشوف برضو هنا دار القضاء العالي. الصوره دي طبعا اتاخدت اول ما بدات المحكمه المختلطه، بداوا يزيلوا الاسم، فالمقاول بدا يحط السقالات على اساس يبتدي يزيل الاسم، يشيل اسم نادي الزمالك، لا يشيل اسم المحكمه المختلطه ويحط اسم بقى باسم دار القضاء العالي. هنا بقى هندخل بقى على حريق القاهره سنه 52. طبعا احنا عارفين احداث حريق القاهره، ان لغايه النهارده ما تعرفش مين اللي حرق القاهره، هل مجموعه من المصريين الاخوان المسلمين او مجموعه من الانجليز، ما حدش عارف، لان هو الحريق تم في كل المحلات اللي بيمتلكها الاجانب في مصر. فكان اكتر شارع اتحرق
اللي هو شارع فؤاد وسليمان باشا وعدلي والألفي. وبعدين بندخل يعني كان فيهم محلات كتير يملكها أجانب، كلها أجانب، البلد كانت كلها أجانب، بارات وسينمات ومحلات ملابس والكلام ده. فبنشوف برضو هنا حريق مدمر لحريق القاهرة 52، دي برضو صور للحريق. بنشوف برضو هنا معانا سينما ريفولي لما اتحرقت في حريق القاهرة، وهنا برضو تكملة الحريق. بنشوف برضو بقى هنا محلات أوركو. أوريكو ده كان اللي هو جنب شيكوريل. وبعدين بنشوف برضو الدمار اللي حصل. شيكوريل بقى اللي هو ده برضو في الحريق. مبنى شيكوريل ده اتدمر دمار كان جامد جدا يعني. هو كان صاحبه مجموعة برضو من الأجانب، عشان كده اتحرق المكان. ده محل النظارات؟ ده محل نظارات بورما. بورما ده برضو في شارع فؤاد، برضو أثناء الحريق. الصور دي بقى اتخذت في 26/1/52. شفتوا شارع فؤاد ايام زمان؟ على فكره هو دلوقتي اسمه 26 يوليو. المهم ان انا بعد ما خلصنا الشارع ده ودانا على شارع تاني برضو ليه تاريخ عريق، وبرضو الصور هي اللي هتحكي لنا حكايته. رامي اضوان، او تي في، القاهره.